إذا كنتم مازال ما مشتركينش في القناة، اشتركوا بالضغط على زر اشتراك أو أبوني ثم الجرس باش يوصلكم أي جديد. وما تنسوش السلام عليكم. أولا مبروك عليكم هذا الشهر هذا المبارك ديال شعبان بالصحة وبالسلامة، وباش ما تمنيتو إن شاء الله. غادي يكون عبارة عن وصفة ديال العشاء اللي غادي تكون مقارونية مع النغاز أو السوسيس. كيف ما كتشوفوا درت المقارونية تسلق، وهنايا قبت قطع ديال الفلفله ملونه مع البصل، داكشي تشحر. والان غادي نقوم بتقطيع المغاز او السوسيس. نقوم بعمليه تقطيع الى قطع متوسطه. كما كتشوفوا هو وجد هنا في مقلاه. كيف ما كتشوفوا غادي نزيد المغاز. هنا للتذكير درت قطع ديال الفلفله ملونه، ودرت البصل، درت القزبر ومعدنوس، وشويه ديال الثومه. والان زدت عليهم هذه القطع هذه ديال المغاز او السوسيس. والان كنزيد عليهم يعني زيت العود او زيت البلديه، وشويه ديال الملحه. ثم شويه ديال لي بيس ديال كوري واحد لي بيس اللي هو تيعطي حتى هو البنه وزون، وكيشبه شي شويه في اللون ديالو الخرقوم، لكن الخرقوم مفتوح عليه. وزدت شويه ديال الفلفل الاحمر. نقوم بخلط هاد المكونات. اخر كنقوم بخلط يعني لي بات باش ما تلصقش. كذلك تنبقى نطل يعني عليه باش نشوف واش تشحر، وكنخلطو حتى هو باش ما يتحرش. كما كتشوفوا لاصوص ديالنا يعني قربت توجد. زيدوا ملعقه ديال صلصه الطماطم بحال هذه، او الطماطم مركزه اللي بغيتوا، طماطم العاديه او مركزه. وخلاص هذا يعني بات واجده اللي صفيتها من الماء، ودرت لها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزبده باش ندهنها. وضعتها في الصحون كيف ما كتشوفوا، درتها في هذا الصحن هذا. والان كنقوم بوضع لاصوص اللي وجدت لنا اللي صايبنا، درتها يعني من الفوق. ولا بد من ان المقرونيات تدهنوها بالزبده باش ما تلصقش، وباش تجي حتى في المذاق ديالها زوينه. كما كتشوفوا الطبق هكا تيجي، يعني الطبق النهائي تيجي بحال هكا. يعني وضعت لي بات في لاسيت، وزدت ديك لاصوص اللي صايبنا زدتها من الفوق كيف ما كتشوفوا. الان غنقوم باضافه الفرماج المحكوك او الرجوب المفروم بالنسبه اللي كيبغيه، يعني كيديرو بحال هكا تيجي زوين. واللي ما تيبغيش يقدر ياخذو سامبل، يعني لي بات سامبل كيف ما وريت في الاول. وهذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم جربوها، راها تجي زعما زوينه. غير كتجي شي شويه ثقيله، يعني الا كان الليل ولا شي حاجه ما تاكلوش منها بزاف، كتكون ثقيله شويه. المشتريات، بعض المشتريات من اكسيون ومن موقع صيني. المشتريات ديال اكسيون فنبداو باول حاجه شريت ثلاثه من هادو واحد بيجامات خفيفين ديال القطن صيفيين لفصل الصيف او اواخر فصل الربيع كما كتشوفوا. شريت هاد اللوينات هادو، شريت ثلاثة ديال الوحدات، هات لي النوم او تقيلوا بهم في الدار هكا، يعني اللي بغيتوا شي حاجه اللي تكون خفيفه تقزوا بها ومريحه في الدار، او تقضوا بهم الشغل الى اخره.
يعني بيجامات او كسيوات اللي هما سامبل بزاف، كتلبسوها هكا في الدار او في النوم الى اخره. الثمن ديالهم في اكسيون كيدير 2 اورو، دو اورو شي حاجه يعني، 2 اورو 50 ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ما كاملاش 3 اورو الوحده، يعني الثمن اللي هو جد مناسب. كيتباعوا في محلات اخرى ب 5 اورو 8 اورو، ففي اكسيون كاين بهذا الثمن هذا. وشريت هذه ديال الميتال على شكل دائره، ويعني فيها شي شويه ديال الاتساع من الداخل للتنظيم، يعني واحد البوطه صغيره للتنظيم كتنظموا فيها اي حاجه، تقدروا ديروا اي حاجه فيها، لكن انا اخترت ندير فيها شي حاجه اللي كتتعلق بالانترنت او بشي حاجه اللي كتتعلق بالبورتابل بالطابليت باي حاجه هكايا، يعني بحال دابا مثلا لي شارجور لي كلي يو اس بي لي زيكوتور. انا اختاريت لان الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا يعني كينتمي لداكشي ديال الانترنت، فاختاريت نخبع فيها شي حاجه اللي كتخص هادشي هذا. هاد المحفظه هادي ديال النقود او ديال الاوراق، هاد المحفظه الصغيره من اكسيون، الثمن ديالها هو 4 اورو تقريبا، 4 اورو يمكن ما كاملاش 5 اورو او لا ما كاملاش 4 اورو ما عقلتش. المهم هذا هو الثمن، كيتراوح ما بين 3 اورو حتى 5 اورو. يعني زوينه بزاف هاد المحفظه او هاد البسطام، هذا زوين بزاف كيف ما كتشوفوا. ترى هذا كذلك تا هو من اكسيون، الثمن ديالو تقريبا شي 2 اورو تقريبا، او ما عقلتش شي 2 اورو شي حاجه، ما بين 1 اورو حتى 3 اورو ما كاملاش، ما كاملاش كاع 3 اورو، يعني تعطيكم التقريب. والريحه ديالها زوينه بزاف، يعني الا مشيتو لاكسيون ولقيتو بحالهم بغيتو شي ريحه ليا عندها ريحه زوينه، راه كنصحكم بهذه، راه الريحه ديالها غزاله زوينه بزاف، انا عجبتني شخصيا بزاف وكنصحكم بها الا بغيتو تشريو شي ريحه زوينه من اكسيون. هاد جيل دوش هذا اللي هو كبير، القرعه ديالو كبيره، يعني راه دوز لكم شهرين تقريبا، ديال الكوكو، الريحه ديالها مجهده ديال الكوكو، واحد الريحه رائعه زوينه بزاف ديال الكوكو. هذا وشو شحال فيه، يعني فيه 650 مليليتر، يعني فيه بزاف، فهذا من بابو كيدير 2 اورو ما كاملاش 3 اورو من بابو. المشتريات اخرى فكتخص موقع صيني اللي هو ويش، سبق لي ودرت لكم واحد الفيديو على بعض الاشياء اللي شريت منه، فشريت منه هذا سيبور هذا ديال بورتابل، الا كنتو كيعجبكم يعني كنتو كديروا حتى نتوما اليوتيوب او لا ما كنتوش كديروا اليوتيوب وكنتو كتبغوا تصوروا راسكم هكا، ف يعني وبغيتو شي سيبور فكنصحكم بهذا، راه زوين وكاينين بالالوان، في البلو سيال في الغوز في عده الوان، اختاريت انا هذا اللون هذا الاصفر، ما كتشوفوا فيه البلاصه ديال البورطابل، وفي هاد القراص هذا على شكل قراص كي بحال هكا، يعني كديريه مع واحد، هو نفس الشيء بحالو بحال الاخر في اللون الفانيلي كيف ما كتشوفوا. هذا التيو ديالو شويه سوليد وقاصح على الاخر، انا هذا سبق لي وشريته شحال هادي، بغيت غير نوريه لكم باش ندير لكم واحد مقارنه صغيره ما بينه وبين الاخر، فكيتشابوا بحال بحال تماما، فيهم الفرق في هادي كيف ما كتشوفوا، فين كاين الفرق، يعني فاش كتلصقوهم في الحاشيه ديال شي طبله ولا شي حاجه كاين فرق، هذاك عنده طريقه وهذا عنده طريقه اخرى، كيف ما كتشوفوا الاخر بحال مقبط، وهذا لا هذاك عنده واحد الحاجه كتبقاو ترخفوه بها اولا تزيروه بها، فبجوجهم زويوينين وكل واحد شنو كيبغي. انا جاني هذاك يعني براتيك داك اللي بحال المقبط، لكن حتى هذا زوين كيليق لدوك الحاشيات اللي تيكونوا عراض بزاف، الاخر ما يبغيش يلصق دوك الحاشيات اللي كيكونوا عراض مثلا، فكتزيروه بحال هكا من هنايا. كاين في عده الالوان، نشارك معكم هذا العطر، هذا حتى هو اللي يعني هذا يعني لا علاقه لا مع الموقع الصيني ولا مع اكسيون ولا والو، هذا كيتباع في المكتبات العربيه الاسلاميه اللي كيبيعوا الكتب الدينيه وتبيعوا الاقمصه والاشياء اللي كتخص الدين، الكتب والقران الى اخره، هنايا في فرنسا. فكيف ما كتشوفوا لا مارك ديال الرحاب اللي هي معروفه هنايا، فمصنوع
بعد الصنع ديالو ديجا في الامارات، وكيجيبوا بعض الاشياء من الامارات من السعوديه، كيبيعوا المسك، تيبيعوا قرعه المسك، تيبيعوا يعني. هاد رائحه البخور اللي فيه واحد الريحه زوينه، يعني واحد الريحه بلديه، كتفكر شي شويه في العيد، في رمضان، في داك الاجواء ديال رمضان العيد، ما عرفتش يعني، فيه واحد الريحه عندها علاقه مع هاد المناسبات الدينيه. هاد المجموعه الصغيره ديال لاماك نيوكس، هاد جلدوش، هذيك واحد القرعه صغيره ديال جيل لافون ديال الفيزاج وديال لو كور، يعني ديال الوجه والجسم، ديال بلوميل بالعسل، بوغ يعني تو لي تيب دو بو، يعني لجميع انواع البشره، لا مارك ديال نيكس باري. وهذا نفس الشيء لكن هو لي كوربوريل، حتى هو ديال لوميل، وحتى هو لا مارك ديال نيكس باري، وحتى هو بوغ تو لي تيب دي بو. هذا كذلك نفس الشيء، تا هو صابون فيزاج اي كور، بوغ يعني ديال الوجه والجسم، تا هو نفس الشيء ديال لوميال و نوكس باري غيف دو ميال. نيوكس باري كذلك الويل، يعني هذا الويل سيش ملتي فونكسيون، يعني سي بور لو فيزاج، بور لو كور، بور لي شوفو، يعني تقدروا ديروا الشعر ديالكم، الوجه ديالكم، والجسم ديالكم، كيغذي وكي كي كيصلح، يعني ينوري وغيبار.